كشف مسؤولون مصريون أن بعض الإمدادات الغذائية التي كانت متوجهة إلى غزة عبر معبر رفح فسدت بسبب إغلاق إسرائيل للمعبر للأسبوع الثالث على التوالي. ووفقا للمصادر، فإن تعرض المواد الغذائية للحرارة وأشعة الشمس في مصر بانتظار الدخول إلى غزة أدى إلى تلف المواد الغذائية في الوقت الذي تتفاقم فيه حدة الجوع بالقطاع. وكان لمعبر رفح دور رئيسي في إدخال الإغاثة الإنسانية وبعض الإمدادات التجارية قبل أن تكثف إسرائيل هجومها العسكري على الجانب الفلسطيني من المعبر في 6 مايو وتسيطر عليه. نرحب عبر الهاتف بمراسل المشهد من غزة محمد بعلوش. محمد، لنبدأ معك بأبرز التطورات الميدانية حتى اللحظة. التطورات الميدانية متسارعة مالك في شمال قطاع غزة وأيضا الجنوب في ظل اشتداد الهجمة الإسرائيلية وانتقالها من مربع إلى آخر في شمال القطاع. الجيش الإسرائيلي قبل قليل وبحسب شهادة عدد من المواطنين في منطقة الفالوجة، فإن الجيش الإسرائيلي بالإضافة للاستهداف المدفعي للقصاصين يقوم أيضا بإطلاق القنابل الحارقة التي تقوم بحرق عشرات المنازل في شمال قطاع غزة، بالإضافة لتجريف مربعات سكنية جديدة لتنضم لخمس مربعات سكنية أو خمسة مربعات سكنية. الجيش الإسرائيلي قد تم تدميرها خلال الهجمة على جباليا أو الاجتياح لجباليا، الذي طبعا الآن بات يشارك على المناطق الغربية حتى يحكم السيطرة بشكل كامل. الجيش الإسرائيلي أيضا لم يسمح لعدد من الذين يتواجدون في مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع وأيضا مستشفى العودة بالخروج. هناك عدد من الكادر الطبي وأيضا المرضى الذين يتواجدون في تلك المنطقة. أيضا مالك، كان ملاحظا اليوم استهداف الجيش الإسرائيلي لتجمعات للمواطنين الذين هناك، عدد منهم حاول الخروج من مناطق الفلوجة ومنطقة أبو شرخ في شمال القطاع وهي محاذية لمخيم جبالي أو منطقة الترانس دوار الترانس، ولكن الجيش الإسرائيلي استهدف عدد من تجمعات هذه المواطنين. حتى هذه اللحظة 4 تجمعات تم استهدافها من قبل طائرات الاستطلاع. عشرات ماذا عن منطقة رفح؟ يعني خاصة الحديث يتجدد أن الغارات ما زالت مستمرة في رفح رغم قرار محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية هناك. بالفعل، ولربما ازدادت مالك العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح منذ إصدار هذا القرار. القصف المدفعي بات يطال المناطق الغربية لمدينة رفح، وأشير هنا إلى أن منطقة رفح والتي كانت تضم كافة اللاجئين النازحين من مناطق القطاع، هناك المناطق الغربية حوالي، وفق تقديرات منظمات محلية ودولية، أن هناك حوالي 400,000 مواطن يتواجدون في المناطق الغربية لرفح. هؤلاء لم يجدوا أي وسيلة مواصلات للخروج بحسب ما يقولون، بالإضافة إلى ذلك عدم وجود مكان. نحن نتحدث هنا مالك أن كافة مواطني قطاع غزة، نتحدث عن 1,300,000 مواطن كانوا يتواجدون في رفح، تقديرات الأونروا أن من 800,000 حتى 1,000,000 نزحوا إلى المواصل. لم حتى هذه اللحظة لو أراد أي مواطن النزوح من رفح لا يجد مكان، لا يجد أي خيمة يحتمي بها، وبالتالي لا يوجد أماكن للنزوح، حتى المدارس، حتى كافة المناطق التي كان الجيش الإسرائيلي قد استهدفها قبل رفح، وبالتالي لا توجد أماكن لنزوح المواطنين، ولا توجد عيادات طبية، لا توجد مستشفيات، لا يوجد أي شيء لهم. وبالتالي العمليات العسكرية مالك باتت تقترب من المناطق الغربية. بالأمس كان ما بعد هذا القرار، اقترب الجيش الإسرائيلي شيئا فشيئا إلى وسط رفح، إلى حي الشبورة، إلى حي ابنة، هذه هي أكبر الأحياء في رفح. بالإضافة إلى ذلك القصف المدفعي كان يطال المناطق الغربية، الغارات لم تتوقف أيضا ذلك على منازل المواطنين منذ ساعات الصباح في رفح تحديدا. تم استهداف 4 منازل حتى هذه اللحظة، وربما كلما حل الليل كلما ازدادت وتيرة الهجمات الإسرائيلية سواء من الطائرات. أيضا الفصائل الفلسطينية تحدثت مالك اليوم أنها قامت بعدد من العمليات سواء من
تفجير لدبابات إسرائيلية في جباليا وفي رفح وأيضا في منطقة الوسطى كان هناك قنص لجندي، هذا بحسب البيانات المتتالية التي كانت بالإضافة لخوضها اشتباكات في عدد من المحافظات. أشير هنا مالك لأن عدد أن معبر رفح عدم إدخال المواد الغذائية والمواد الطبية والوقود والمستلزمات أدى إلى توقف كافة المستشفيات. الآن غزة باتت تعمل ساعة بساعة، المستشفى الوحيد الكبير فيها الذي يعني متاح لإجراء العملية هو فقط مستشفى شهداء الأقصى. هذا المستشفى مالك يخدم 1,300,000 مواطن يتواجدون في منطقة المواطي أي غرب المنطقة الوسطى وصولا إلى منطقة خان يونس التي حددها الجيش الإسرائيلي كمنطقة آمنة وفق ما قال للمواطنين الذين نزحوا من رفح. وبالتالي الأوبئة، الأمراض، نحن مقبلون على فصل الصيف، الكثير الكثير من المعاناة، الأوضاع السيئة تزداد في كل ساعة وليس في كل يوم سوء مالك. واضح، شكرا لك من غزة مراسل المشهد محمد بعلوش على جميع هذه التفاصيل.